الناشط الإعلامي ومراسل شبكة شام الإخبارية سامر الحمصي. السلام عليكم أخي سامر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك. نتحدث عن بطولات رائعة وعجز النظام عن يعني التصدي لأبطال الجيش السوري الحر واستعادة القرى المحررة وبلدة أم شرشوح وغيرها، ويعني الأفضل من ذلك هو عدم التقاعس وعدم الخمول، وإنما الأبطال يعملون الليل مع النهار في مدينة حمص بإمكانياتهم بمحاصرتهم، إلا أنهم يحققون إنجازات. ما حقيقة هذه يعني أو هذا الصمود الأسطوري إن كان من قبل الصامدين أو من قبل أبطال الجيش السوري الحر؟ نعم، حقيقة تستمر منذ 20 يوم حالة حرب يعني عنيفة على الريف الشمالي بشكل كامل، وخاصة محيط قرية أم شرشوح وقرية الثورة. طبعا الوضع لا يختلف كثيرا من يوم إلى آخر، حيث ما تزال هذه القرى أم شرشوح والثورة تحديدا تتعرض للقصف بالدبابات والمدفعية وبشكل يومي من أكثر من حاجز، وخاصة من القرى المجاورة لها، قرية جبورين وقرية تسنين وقرية فرنان والكلية الحربية. كل هذه الحواجز تقوم بقصف، او كل هذه المراكز التشبيهيه تقوم بقصف قريه ام شرشوح وقريه الوعره بهدف او محاوله لاقتحام هذه القريه، حيث يقوم بشكل يومي قوات النظام في محاولات مستمره لاستعاده هذه المناطق، مقابلها صمود اسطوري لعناصر الجيش الحر والمجاهدين الموجودين في هذه المنطقه. طبعا الاشتباكات اليوم ما تزال تدور على اكثر من جبهه، وخاصه في المناطق القريبه من قريه جبورين والتي تعد القلعه الحصينه لقوات النظام في الريف الشمالي، لانها مركز الدفاع الوطني في الريف الشمالي او مركز الدفاع الشبيحه في الريف الشمالي. طبعا الاشتباكات اليوم تجددت على محيط قريه ام شرشوح والوعره وخطور، كل هذه الجبهات تشهد اشتباكات واعنيف وقصف الدبابات والمدفعيه، ولكن قوات او عناصر الجيش الحر الموجوده في المنطقه استطاعت تكبيت قوات نظام على العديد من الخسائر في الارواح والاليات، كما ذكرت تدمير يعني تريكس او الي بلدوزر لقوات النظام في محيط قريه ام شرشوح. طبعا ايضا للاسف الريف الشمالي بكامله يدفع ثمن انتصارات الجيش الحر رغم قله الاعداد الموجود لديها. طبعا اليوم تعرضت مدينه الرسن لقصف بالدبابات والمدفعيه، مما ادى الى ارتقاء شهيدي على الاقل واصابه العشرات نتيجه لهذا القصف العنيف. طبعا البارحه كان مدينه تربيسي شهدت يوما دمويا بامتياز، حيث تعرضت لقصف بنحو 6 براميل ارتدت على مدينه تربيسي وغاره من طيران الميك، وايضا قصف بالدبابات والمدفعيه. كذلك قريه الغجر او قريه غرناطه تعرضت لقصف بالدبابات والمدفعيه. ايضا مدينه الحوليه يجب ان نذكرها، هذه المدينه تضررت بشكل كبير بسبب المعارك الدائره في قريه ام شرشوح، حيث قطع طريق الامداد الوحيد باتجاه هذه المدينه المحاصره والتي تحوي ما يقارب 70,000 من المدنيين المحاصرين. البارحه كان هناك استهداف لسياره تقل بعض المواد الغذائيه الى داخل مدينه الحولي من قبل عناصر الجيش المتواجد في قريه ام شرشوح، واستهدفت السياره بصاروخ كونكورس مما ادى الى ارتقاء 5 شهداء كانوا في محيط هذه السياره. طبعا ايضا لابد الحديث عن حي الوعر الذي يشهد حرب حقيقيه منذ ما يقارب نحو 6 ايام. لم يتوقف القصف على هذا الحي بالدبابات والمدفعيه والاسطوانات المتفجره، وخاصه منطقه جبهه الجزيره السابعه التي تتعرض باعنف قصف في حي الوعر. طبعا ايضا يجب ان نذكر ان حي الوعر هو حي محاصر منذ ما يقارب 8 اشهر، خلال الفتره الاولى من الهدنه تم ادخال بعض المواد الغذائيه والطبيه، ثم عاد هذا الحي ليخضع لحصار خانق يمنع دخول او خروج اي احد الى داخل منه الى داخل حي الوعر. طبعا كذلك هذا الحي هو يعني يشهد حاله او ازمه انسانيه بسبب عدم ادخال مواد غذائيه وطبيه الى حي الوعر، وللاسف لا وجود لا لمنظمات دوليه ولا لهيئات انسانيه في حي الوعر ولا حتى على مستوى الريف الشمالي. طبعا يجب ان نذكر ايضا ما يحدث من اعتقالات في مدينه حمص، وخاصه بعد ما يسمى مرسوم العفو المزيف، يعني انخرج من مدينه حمص نحو 20 او 30 معتقل، ولكن للاسف تم اعتقال خلال يومين الماضيين ما يقارب من 50 شخص معظمهم من الريف الشمالي، اعتقلوا ومعظمهم هم طلاب يقدمون الشهاده الثانويه، تم اعتقالهم على الحواجز وخاصة حادث دير معلي والحوادث الموجودة على شارع الستين. في اليومين الماضيين هناك 50 شخص معظمهم من الريف الشمالي اعتقلوا من قبل قوات النظام الموجودة في المنطقة، وهم حتى اللحظة مجهولي المصير. أيضا في الريف الشمالي يجب أن نتحدث عن نقص المواد الطبية وإمكانيات المشافي الميدانية. طبعا خلال الأيام الماضية لم يتوقف القصف على مدن وقرى الريف الشمالي بشكل كامل من الشرق وحتى الغرب، مما أدى إلى وقوع أعداد كبيرة من الجرحى
كما عدى الوسط خلال الستة أيام الماضية كان هناك نحو 100 جريح بشكل يومي تتوافد إلى المشافي الميدانية في الريف الشمالي. للأسف هذه المشافي هي مشافي متواضعة الإمكانيات، هناك نقص في المواد الطبية وأيضا نقص حتى في الكادر الطبي للأسف بسبب الحصار المفروض على هذه المنطقة واستمرار القصف ويعني حالة الرعب المنتشرة بصف المدنيين. كما شهدت بعض القرى كقرية الغرناطة القريبة من قرية مشرشوح شهدت حالة نزوح بسبب القصف المتواصل على هذه القرية، تم نزوح لكن هذا النزوح ليس بعيدا باتجاه مدن تربيسي والرسة القريبة أيضا. طبعا يعني حقيقة مهما تحدثنا عن مدينة حمص لا يعني لا يمكن أن نكفي حقها. طبعا أيضا يجب أن نتحدث أنه خلال يومين ماضيين قطعت كافة المواد الغازية من الريف الشمالي وخاصة مادة الطحين، هناك نقص في مادة الطحين ولا يوجد أي خبز وخاصة مدينة تبيسي والرستان بسبب القصف المتواصل على هذه المناطق. طبعا هذا حتى لحظة أهم ما يحدث في مدينة حمص، ولكن للأسف هناك يعني رسالة يجب أن نوجهها إلى ما يسمى بالائتلاف الوطني. كل ما يحدث اليوم في مدينة حمص ولا نجد أي حراك لمساعدة، لا أقول مساعدة العسكريين، العسكريين ليسوا بحاجة إلى أحد، يكفينا رب العالمين، ولكن على الأقل مساعدة الميدانيين في الموجودين في مدن وقرى الريف الشمالي، وخاصة أخص بالذكر مدينة حولي التي منذ تقريبا بداية حملة العسكرية لم يدخل إليها أي مواد إغاثية. وأيضا يجب أن نطالبهم بحق العدالة التي خرجنا لأجلها ودفعنا من أجلها عديد من الشهداء، نطالبهم بتطبيق العدالة في توزيع المخصصات في الريف الشمالي، لا أن يتم اعتماد المناطقية كما يحدث الآن. هذه رسالة نتمنى أن تجد آذان صاغية من قبل ما يسمى بأعضاء الائتلاف الوطني. شكرا جزيلا لك سامر الحمصي مراسل شبكة شام الإخبارية متحدثا مدينة حمص وريفها. أيضا